السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيتما سويتما تمنى إن شاء الله تفقك اليوم مليح مرة ما مشيت ورا من هارا. الصورة تغني عن أي كلام. ما تسمى السوق ما شاء الله ماني ديوض أتسن ماني نتجا بعدا نلقاو ماني نتجا ماني تاتي غاهو. والسوق تبارك الله ينطلق السانيت ما شاء الله نهار الإخوان نهار الرحبوث تعما توب جيجو عما ندوم غير وإن شاء الله نتأمل. هذه فوتو ياثينا هذه سيدي يارخا هذا في نيوذان نزيغا عيدا هذا في الأثمينة يسنين الخضانسن وخوات جيبو يعني تم الخضار الخضانسن ولكن هذا في يعني نزيغا حول هذا عيد نطفاح لنين إخوان أخوهم تاع الطريق شانزا الأثمينة يخزا القناة أول مرة فضلا وليس أمرا هذا غي قابوني ويخزا لي فيديوهاتنا واخا ما يتبخيلش لي لايك يلا كيم سكينة إن شاء الله إخوان درت 120 كيلو زياد اليوم قرانو 20 جمالة 375 375 الإخوان البركة هي 6 فريت لا والله 6 فريت ياك 450 اللي غتحس 6 فريت وشي جمالة كيلة إن شاء الله مشيت ورا 450 اللي كابي البركة شتو وريد نهار الأثمينة الأثمينة ويبين والو ويبين شاعر أيوا الإخوان ولكن على حسب الثمن اذا هنيت يمكن يبان شويه نتفوت شويه الحمد لله ان شاء الله المنين الناس حتى نقص الشيء يا سعد تبارك الله الاخوان قوم الشورى ان شاء الله حورين شنا هذه كابي البركة النظره فهم زواتي كي خزري مع الاخوان كنخزع يعني كن توارى عاد انه اني السردي السردي الثمن الناس سيد النقا نورمالمون 600 620 و 30 ولكن 450 الناس الصراحه مليح هو نخزع عاد ونزري والو السوق يا عمو ما شاء الله انا في غادا خير ان شاء الله او ما تينوش حق البركه يا 6 فريت 450 الاخوان 6 فريت نلقاهم شي اخت ورا ان شاء الله 450 ولكم واسع النظر الاخوان نلقاهم كرحماني ود يعني باش نفق عشان مشاني خو هذا نصوها شويه مهمي لانه السوق يا عمو ما مشت ورا تبارك الله نهار عطوني السوق الفاصل داني تادي بني وكيل نيغ ما مشيت تما ربعة تاع جيباسة تما السوق وعاوي مشيت لهم بقا يعني مش كي خزان اجواء استثنائية الخيرات الله موجودة لكن الاثمنة باقية عاد الصراحة ديني شوية نريغرة صراحة قادين زريق شي حوريين خو عاد شال الاثمنة زعما من دوم غير الاثمنة ديسنا غنخسر البركة يا ان شاء الله هما تينو شحال البركه يا تباعوا بصحتهم ولاهم خويا شحال البركه ها هاني يا 380 ست فريت نفس الجمل ايوا سي فارنا الاخوان قوا ما شاء الله حريش في البركه 380 هذيك في العام ها الاخوان تينا الاجواء ما مش كيخص الزام الاثمنة تورم سنت ان شاء الله نوض غير رحب في النهار قبيني لا يرحب فتيلي التوب تيري واحد ماني غات ماني غات كذا ضامن صراحه ماني ذي برا عاد ماني دين غادا انسى البركه الله وما تيوش حق البركه 140 تفريط هاي تفريط يعني هاي الاخوان 340 ما شفت لك تورا ما شاء الله مو البركه يعاود شحال هكا 360 دي تفريط لا دي جبر دي جبر دي تفريط 380 الاخوان هاكم مشيت ورا هاولي 380 خذ منايا واد السوق يعني الاثمنة عندهم غير اثمنة هذه هني مناسبة غير مناسبة هذه هني مارخة وتقول يا رخا هني مهم ما مش قاغر بدا يقدا كوريجين الشوارتين سي قدا هذه البنات ما ديش خص 8 غير فهما ما مش تجي شحال البركة يا بعدا ايوا نتا 380 ارقام الاخوان ربي البركة ايوا نتا غاك 275 ما نسقسيقش مي داغا هيني نهار السوق شتو وريد السوق موجود دري غرا ياك واخا يودا تغوت راجل ديري شوي نهار خا يا رخا النوا يا رخا والو الوالد صحيح ايوا سيدا سيدا بيتري فارز ام دو بيارز وشكرا نطس بارك الله فيكم لحفتكم يلا الاخوان مش كيخزرين الاثمنه يعني مشي الناس وما تني ريغرا قادين اذا مادام الجني سنو زي الناري النغران شواج من دوم غيني مش غم كسير صواف وخا يعني تبغي تبانيت شويه انه يمكن دين شويه شويه اخمي شويه نار خا ولكن الصراحه
يعني يلخصها يعني يوضح هاي الامور السيد لنا اش غادي ريغرا ما شاء الله الاخوان السوق شويه في التوران مش كيف خزام الاجواء امر بدا ان شاء الله نتقربوا من الاجواء هنا خزام تعيش مكينه لاحظت يشنال واخا تغن الزو ديال يشنال تكتسر خا ولكن للاسف غنزل البركيه زيدي شحال قال البركيه اليوم 390 اسكشن الاجواء الاخوان ديال السوق ديال راح ثعاوي السوق عاوي السوق بني وكيل كوريجين ماشي نسيت تعجبي تسماف وشد كير خضاء اي واحد نمشي لهم ما شاء الله السوق مش كير تورم يا عمار مش كير تسام الاجواء وتين هذا الاجواء هاي خصال باركية مش حفك عاود ان شاء الله عاود مش تورم او ما تيروش حق الباركية 320 الاخوان هاقاوم اخوري هذه كارت البارك مش تزام لي مش كيخت ورمع اللهم بارك المانيا ورد السوق تينا في الاثمينة مش تورمع قام الاخوان الجنس 275 ان شاء الله مش تورمع عاود اللهم بارك هذا هو دار رحبة دواد السوق السوق يا عمام مش توارم ادي وابي ارخي الموسيقي ما مش نقاربتي الخزاين اينا يمسي انا هاوض من ديانوث قدينا يجي غران شوي ثم تينوش حق البركة يا سمادة نعمل سمادة سنين ايوه 505 ريخ الاخوان سنين مش توارم ادي قابي البركة ادي وابي باب الاخوان ما مش كيخ توارم ضرورة مكسي شوي اجواء هذا غاد اخر ديار رحبة مش كيخ خزام الاجواء ولا تتعمر ولكن باري تبان هادي عمار تختار نورمالمون غادي تاتيري كتا ولكن الحقيقه موجود ان شاء الله على كابي البركه يلا نخزع انا كيجي الجمله في العاده انزاوي ما شاء الله فما تيش هادشي اللي البركه يا مش هادشي اللي البركه 235 الاخوان ها القوم والله يجيب مولاه عدات السوق ما مش كيخ توران ما مش كيخ خزام الاجواء يلا الاخوان شي مجن الصراحه حوري شويه طم مزيان يعني غرا ولكن حوري مقران ماشي ربدا ولكن بعض الاحيان تيري دايت شويه اخمي شويه نتفوت ما بالنسبه للحجم بالنسبه لي مغادر سنين وصين ولكن مقارنه حورا مزيانه كمقارنه يا مقران ديني شويه الفرق تقريبا الشيتي حتى ذي الثمن الاخوان تاف مثلا مقران 700 حولي شوية ميديان وضع مزيان خاص تبت 370 350 مهم دي تقامنا واحية هذا هو السوق أخو مويت جا ربع القانا شقا بالسيف بالسيف خاكة تعيد ولكن دينا الطاسني وذانا الإخوان وتعيد نشا الصراحة أخا أنخز عشان الجنة أنا نزع البركة يا عزيزي شحق البركة يا شحق البركة يا اه كوريش وخانيني وانيتا تزيد تمدي تبانات شوية تيمغا شحال قا وانيتا 350 ست فريد ما شاء الله خاب الاخوان 350 هذه كابي البركة هذه ربي باب النس وتينا هذه الاجواء الاخوان ما مش خزام ما مش لهم دمكسي الاجواء كالعادة السوق يا عمار اللهم بارك هو ديني ربعة خسادين الاثمنة ديني ربعة التاكين وريجن يتخي مضر رأي النص وريجن ما مشي خس انزع البركة يا عوض وما تيناش حق البركة لا تمنوا تمن تمنوا مهم تمن تقول نزيس تاجي جنسيس الإخوة المهم مهم ما علينا أخو تسمي تننوم كيش انت هذه السوق وتخص شديني بعض الأثمنة بعض المقصود نص المين مين يعني دي منايا ولكن ما علينا مهم الشيء فانت بالجولة خزام كينا تصوم معك أنت ومتنى هلا وايد خس أخ يا ول طبعا بيش تدير لحشان صحابي خير اشتغل أمينا كل شيء مليح أسقسم الزوا ما بش الجو نهارة ما بش الجو السوق وشان نغراش أنا أرخى غراري غراري يتقعد يتقعد عاد واقص الناس سبحان الله العظيم وهذه نبوع عاد شويه غير احساس بالزوار
خويا كاع ديريكت سبحان الله تغيو ذا ترجع قانش عاد تما في عافي وين هذه سيري شوي نارخا لا رقد زعما رقد صور الزز ودار بالسيف خاسة ذي سا ما نعرف وانتو قانس هذي رارخا واه صانو غير يعني تما تسغنات تسغن قارس تما مرين كوا الحيله صحه صحه ولا ماشي خ الحيله شوف يوذن وغاس نشي الله يحسن عاون صحه استنين اي صحه صحه نقرو خو تعرف لي غرات هاي واه احسن عاون وكتشاح صحه صح اذا ولكن انا نجد شحال البركه يا غاك النهار 78 درت 78 الاخوات ورم هذه قابل البركه ثم تينو شي حفظ ربي شكرا انت بارك الله فيك الله يعزك والمنايا الاخوان تينا هذه الاجواء دوات السوق غنمشيو من غادي نبعث الشنان الاثمنة غادي نبعث سواء كاين غير بعض قال لا وكوريجن الراي النص الشنوا نلقى يحد بالصفه كاين غير الصفه انصار البركه يا عمو شحال قال البركه يا شحال قال البركه يا واني تاتي فيها كوريج ثمن واحد واخا شحال قال وانيتا شحال قال البركه يا والو خاص شت ثمن رقم الاخوه البركيه 230 نهار السوق ما مشى السوق يا غير الاستاذ السوق الاخوه مشى تمام تمام فايت واتينا الاخوان مشاو من كوريجن تاع عقر الناس كوريجن مشاو من هنا مشيت فكا المهم ما علينا السوق ذوا راح بستة أثمنة تينا من جانت الأساس هو أنه أثمنة يغرى نهرا ما تغن يعني ما تغن حد تغي ترجع شيء الأثمنة دير ياخس قواد أبو يارخا الصراحة دين يريد ما شاء الله قوم شان السرد اللهم بارك قابل البركة ما شاء الله سوى سمرة ذلك شان التامل وين قواد أحد مهم ما علينا ما علينا الإخوان مشتري نغدي نبعد تكدين التامل ما يمي الله اعلم خميزار التليفون قارش الله ما قارش التمام معليش قارش الله انت الساق حمغا ونجا قمي غيس من قواي السير صراحة اثمين اخي وذان ريغرا اثمين ايقان مبالغة شويت وصوت سعدين بعض شقة وما البركة 570 الاخوان يسوشين استفريت ان شاء الله قوم حوريم عشت ورا هو ثومتي لو عدوه تبارك الله هذه قابل البركة ما شاء الله دوب يرزق ثومت وما دوات السوق الاخوان ما مش كي خزان ما مش كي ختورام امر بتاع ما شاء الله قوم حوريم نعاود شويه لله ثومتي لو شحال البركة يا شي 375 جملة 375 جملة اي استفريت ماشي شي حاجه جوابي بابنت باش تسري من الاخوان 375 جملة قوم يهين اللهم بارك وتينا هاد الاجواء الاخوان واضح وري لي غانغ داني غي تشان داني تاتي دي السوق الهارا ونمشيو من السوق يا عما ولكن الاثمنة باقي دين لي غرا ما مشكل عمي شحال قال البركة يا شحال قال البركة 400 جملة 400 جملة وبتفريط والله يجيب ان شاء الله قوم الاخوان 400 جملة ستريث مشتور وهذا مالا يا الاخوة شافينو واش تدير اللي حشاني صحة مليح ان شاء الله ان شاء الله تي وشاني غا غاوم دناو غا كذاش انت حبا بعدا غا كذاش ماني ما نمشي ان شاء الله لا وغا كشادي هوا الله يوفقك ان شاء الله الله يوفقك هلا الاخوة انتم تنقى غاس الكوري ان شاء الله غاس نقيش نشي ولادي يومين ان شاء الله هو السوق ما شاء الله السوق يا عما ونشرو من نفس تبارك الله قوم حوريين دينا هذيك قابل البركه او ما تيرش حق البركه يا 340 شمر ثاني خص تفريط خص تفريط اجواب ان شاء الله هنا رقم الاخوان 400 تفريط ان شاء الله هذيك قابل البركه هذو بيار سقه ثومات شكرا لك وتينا هذه الاجواء اخوان اثمنا قاد سميت يغرق ريغرق قد والله يفرشها على الجميع اقوى ما شاء الله هنا نخلي فرا الاخوان انزال اثمنا كنورمال مو هنا يا انزال اثمنا تينا ما باغينا حتى شاد الثمن تبارك الله اخو الشلا كالعاده ثم تيري شحال قال البركه 6 فريق ايوا الاخوان 430 ان شاء الله هذيك كابي البركه هذو بيارز قومه ريف بلوس واه مرحبا بكم وذينا الاخوه مش تسريم 430 شكرا جميل مثلا سوا يعني الاثمنه
تقريبا قيمتها. وذو هذه الاجواء المشكل خزام راح بتعمى خيرات الله موجود. هذه كافي البركه المشكل اختوارا ثم تيرا شحال قال البركه يا 300 جمل شحال هذه كافي البركه هذه بيار سقع عمي وهذا السوق المشكل خزام تينا الاثمنه نهار السوق يا عمه ما شاء الله واش كيختصرين بعض ثقال اثمنه بعض تقدان بعض وسمات الفكره منايا مهم شي نتحاول ويعني النظره ينكسي يعني النظره يتوراه هو انه السوق يحمى السوق ريغرا يودان خسان وها حوري يعني غصبح حاليا غدوره يا سبعه يتسواغ حوري تقريبا وايت فيكشي لان التصميم ولا تكسيتني قارش حتى ستفريت وهذا خشي انشعاد وضمانية الإخوان ما شاء الله قوم مشتورة بركة هذه كافي البركة هنا عاود شلاني مزيا الله سرتي ولكن هنا تفن أثمنة الإخوان تما نسن ما شاء الله تفن كاع هذا الإخوان تو ما تينوش حي البركة 280 6 فريت إن شاء الله قوم الإخوان 280 6 فريت يلا بسم الله يلا على بركة الله ها قوم الاخوان حوري سميتي لهم هذا السوق عايش يمكن غير لحظات نمشي لهم القاع خصام كاين غير الاجواء نمشي خصام غنزا البركيه ثم تيرا شحال البركيه 362 الجمر ثاني خص تفريط الجمر ثاني الاخوان 362 ان شاء الله هذه كانت البركه هذه بيارس قومه هذه الاجواء السوق 362 ما شاء الله يا حوري اللهم بارك عاود وما تيجي شحال البركه هي 520 510 تفريط الجمله جمله اي تفريط ماشي نوال هاتوا ان شاء الله هما الاخوان 510 الجمله ما شاء الله يا حوري الشنا تبارك الله وضوء وهذا السوق ما شاء الله المشكل خزام تثمينا باقي يعني ريغري الله هذه كابي البركه خير الله وجود من زنينه وداربي ياك تبارك الله هنا فيها ان شاء الله قش مليح ياك ما مشي السوق نهارا ما مشيتو فيه السوق السوق راه شويه ديسري يعني ارخاني تو تراجاني ودا نقاديري شويه نهار خاديري شويه تفوت لا واي تجي شمانايا اصي ربي تخي فارج الله يوفقكم بارك الله فيك شكرا اتصال بارك الله يلا الاخوان واش تسلم ما راه ميت غتراجع ما تتراجعش انا عارفه قوادين التيشا يعني الطريق راه اقد ايوا تينا الاجواء السوق دوا اللهم بارك ثم تينا شحال البركه هي 400 الجمر ثاني خص تفريط الجمر اي تفريط اي تفريط شحال 450 450 الاخوان ما مشيت ورام تبارك الله بكاب البركه 450 غنخزع هاد البركه يا الاخوان ان شاء الله غنزايا شمرارين هما تينا شحال البركه يا لا 520 الاخوان اكثر مشيت ورام هذه كاب البركه هذه باب نس ان شاء الله شكرا هذا هو السوق كلش تمنس كلشت السلالة والسلالة تلقى الثمن واحد إلا يا حورينا الإخوان وغادي تجيبو الضفطة الطاس ذو قرير تقريبا زريخت غا اثنين نيو ذا أما شان غنيتينا موجود تبارك الله يمكن أغلبية يعني المنزل غا كراوات غا يقيضا سويني ذو قرير الإخوان يعني ذي الأسواق حاليا يقيد شتو حورينا أمو يجا السوق أمو يجا خيرة الله والله مبارك هو إن شاء الله من تمناه هو أنه مرة تعيد مرة يعني تفاح دويت غوين تمنى ولكن بما أنه الأثمنة قعدنت صارها عما لقى شوية رحار والله أعلم أعوامي ديقوان ما مش مريقي وان زاولو رحار في غرا يمكن من يتقن نهارة 300 أثناء فعوض دوبلي 150 الف يا عمي تيكو انا حوري 250 الف زعما هنا في 650 حتى بولا 400 الف الاخوان ما يمي لي انه يمشي خمس تسلم كي نغر عرف يغرق وذوا السوق انزل البركه ماذا غني نتمنى عزيزي مش حق البركه
460 الاخوان ها قوم من شكل تورام تبارك الله ديك لابي الباب 460 شت سرام باش تسيب الاخوان انه احوري ام قران من شكل تزريم ذيس شوين تفوت ماشي يا حوري مديان ومزيان يغل ان شاء الله قام عاوضي شنو بارك يا عاوض باش تورام يمكن ناس القيظان اللهم بارك ثم تينو شحال البركه يا 350 الاخوان جمرتني غير 6 فريت 6 فريت الاخوان 350 الاخوان ما مش كيف تصورها تبارك الله ينزل زاد شي ثومات 300 ان شاء الله ارقام الاخوان 300 هذه كابي البركه اللهم بارك اتينا الاجواء الاخوان كشيون الاجواء نتشان دانيتا نسقربهم بالاجواء ارحب تما السوق يعما ولكن اثمنا ريغرا يودان وازح من شاد صغنعان مشتورا مقوان تسقسان قليلا مو يعني نورمال مو تما حوري ري فق ري من سجل كمية فمغا ولكن بما انه ريغرا يتص عادي وذا مساكين تأمل القادة يمكن هذه لي شوي نارخة يمكن هذه نقص شوي تأمل وإن شاء الله ما غالى إن شاء الله ما نتمنى إن شاء الله هذه لي شوي نارخة باش مرة أتعيد مرة تفاح ما مش تكون قانع ما مش تقول البركة يا ما شاء الله هذه كابي البركة رقم الإخوان خيرات الله موجودة هذه كابي البركة مش حق البركة أني 470 اثنين ونيوة هي ونيتا ونيتا 430 الإخوان ونيتا 470 ما شاء الله ما مش سوق نهارة السوق مليح آمين آمين إيوا إني غاش إن شاء الله مرة تعيد مرة تفع أشوف قرب يا شكرا نطس يا أهلا الإخوان تسليم كينا ونكوريجني تشجع يعني شوية الشجاعة الصباح باش يعني مرة تعيد مرة تفع وأخص البوز قنطني وذان بأنه قاعدين يعني مش سقال ريغرا ولكن ريغرا قادتين الإخوان وزماه نسنوفا نمشتوها انا مش كي غزرين يعني ماشي لي جنيق تنين مادام انه اتصني وذنان باللي ديالي غرا اذا ذاني تالي غرا يعني بدون نقاش ان شاء الله البركه يا مش كي اختوران 500 كسيب فنش هاي وين لهم فهم علاش تبان معانا ان انا يعني انت اللي مربيه ما شاء الله الاخوان تبارك الله سير 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 اسمح لي انا شويه ديال ولكن احوري تبارك الله ديك قبل البركه والله يجيب مولاه السؤال كي جاك السوق اليوم السوق اليوم شويه قليل واش تقول له 500 حاجه مزيانه ولكن الفلوس قلال يعني الاقبال كاين الاقبال ضعيف شي شويه كيشوف كيشوف غادي نشري ولكن كاين والله يجيب مولاه الله يوفقك اخويا شكون غالي هي الفيديو ان شاء الله فيديو تاعك عجبهم نحاول نكسيهم باجواء فينات حيت يمكن اللحظات فينات مشتوره من السوق عما ارخا وادي بويا ارخا ري غير قادين الاثمنه توقعني وذا انه نهار قاعد يا رحب وعاوي السوق يبنيو كي لانه هذي شويه نارخا مش تزريم اغلبيه التجار فنان وادي بويا ارخا ونش من غيني هو انه ان شاء الله والصراحه في من غيني هو انه ضلت بالجامعه عاد ربي يعني اي واحد اللي يعيد تغنتمنى يا رخا ديري باش تعيد مارا الخصه ديال بعض العائله الدانيته الاخوان كان تسال ولكن للاسف حوري غرا حتى النواح وريا مزيان يغرى الاخوان اثنين نسكا عاد وشان سي ربي تريفارج وخم تعطريش الاخوان يعني للاسف عندهم الصراحه قمنا شويه العائلات ولكن ما بيد تحيل المهم الاخوان ايش فيديو نغني ان شاء الله اشكرك لكم المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله.